معنا الناشط أبو محمد الحمصي من مدينة حمص. اليوم 7/6/2012. الله أكبر. صباح اليوم في مدينة تلبيس تم الاستيلاء على حاجز المضخة الشمالي للحي، وتم الاستيلاء على كامل العتاد الموجود في الحاجز. هذه الدبابة إحدى الغنائم، ويوجد أيضا آليات عسكرية أخرى موجودة لدى الجيش الحر في المدينة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لبيك 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 يا الله. لبيك 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 يا الله. هذه العربات والغنائم التي استولى عليها الجيش الحر في المدينة. هذا هو الحاجز. هو بيحاول يطلعها مشان الله. الله أكبر. الجيش الحر يبتهج تحرير حاجز المضخة هلا في مدينة تلبيسة 7/6/2012. هذا الجيش الحر. عناصر الجيش الحر.